نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الشروق بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 1000 مواطن بعدد من التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية ومعمل التحاليل. كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل مجاناً. النهاردة في القافلة عندي تخصصات كتير، بطنة وأطفال ونساء وجراحة وجلدية وتنظيم أسرة، بجانب عندي معمل دم وطفيليات، وعندي صيدلية بها 85 صنف من العلاج. النهاردة احنا عندنا عيادات متنقلة في كل التخصصات. النهاردة المواطن بقى متأكد ان هو جاي وهياخد الخدمة وهياخد الدواء بتاعه، وكمان لو حالته محتاجة التحويل الحمد لله رب العالمين عندنا مستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والرعاية الصحية في الإسماعيلية بتستقبل كل الحالات ديت.